فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: زوجتي كانت تسكن في بريطانيا وقد وصلت بالأمس إلى الرياض وستمكث 5 أيام، فهل لها؟ يقول: زوجتي كانت تسكن في بريطانيا وقد وصلت بالأمس إلى الرياض وهي ستسكن معي وستجلس 5 أيام، فهل لها أن تقصر الصلاة؟ 5 أيام لا، هذه زيادة عن المدة المستثنى، تتم الصلاة. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.